بانتوكراتور بانجياترياس اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمه يأتي ملكوته تكن مشيئته كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا
قد أقبلا. فانظر يا نفسي لئلا تنعسي لئلا تقفي خارجا، فارعى مثل الخمس عذار كاهلات، بل اسهري متضرعة لكي تلتقي المسيح الرب بدون دسم، وينعم عليك بعرس المجد الإله الحقيقي. Oh.
أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا آثامنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك، اشفيهم من أجل اسمك القدوس، آبائنا وإخواتنا الذين رقدوا، يا رب نيح نفوسهم، يا من هو بلا خطية يا رب أعين، يا من هو بلا خطية يا رب أعين، وأقبل طلباتنا إليك، لأن لك المجد والعز والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. امين. نعظمك يا ام النور الحقيقي، ونمجدك ايتها العذراء القديسه والده الاله، لانك ولدت لنا مخلص العالم، اتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح، فخر الرسل، اكليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا. نبشر بالثالوث القدوس، لاهوت واحد نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. امين. بالحقيقه نؤمن باله واحد، الله الاب ضابط الكل، خالق السماء والارض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، يساوي الآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء تأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس المنتي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس مقيم قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس، الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، نعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا. أمين. كريالايسون، 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 رب الصباوت، السماء والأرض مملوتان مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقات السؤال. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي سمعناها بإرادتك والتي سمعناها بغير إرادتك، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخليل والصابر. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي ضعي عليه.
رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا. بركاته على جميعنا، أمين. كذلك الروح أيضا يعين ضعفاتنا، لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح، لأنه بحسب مشيئة الله يشفع في القديسين. ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده، لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. نعمة الله تكون مع جميعنا، أمين. مهما ضعف تلاقي وتصرف فيا بيأس، انت ما ضعف تلاقني
يريد أن يرفعه إلى الله الآن. نصلي من أجل المرضى في كل مكان، نصلي من أجل مراحم الله، من أجل العالم، أن يرحم العالم، ينقذ العالم من كل الأوبئة، كل المجاعات. اذكر يا رب الفقراء الذين ليس لهم، اذكر يا رب كل من ليس له أحد يذكره. حنن قلوب البعض على بعضهم البعض، حنن قلوبنا ليكون لنا أحشاء رأفة، يكون لنا أحشاء رحمة على كل من نقابله، لكي نظهر بالحقيقة أننا نشبه ابنك الوحيد، لأن هذا هو قصدك، أن نتشبه بك، نتشبه لكي نكون مشابهين لصورة ابنك. فارحمنا وعلمنا كيف يكون هذا الشبه وهذه الصورة. اذكر يا رب كل من له طلبة، علمنا يا رب أن نعرف إرادتك، وعلمنا أن نكون متضعين، اسندنا في ضعفاتنا، لأنك أنت وعدتنا أننا أولادك، تحملنا فيك، تكون معنا إلى الأبد.